معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة 9. الصوم يجوز فيه الصوم الانقطاعي ولا يؤكل فيه سمك. الألحان جي اف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت جي اك اي. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي. الأوشية الموسمية الأهوية والثمار. التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إن يائير تئد فيه بارك أهوية السماء. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم العاشر من شهر أمشير المبارك أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس فيلو أسقف فارس على يد ملك الفرس الذي حاول معه لكي يجبره على عبادة النار والسجود للشمس، ولما تمسك بإيمانه بالسيد المسيح عذبه الملك ونال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا استشهد القديس يوستوس ابن الملك نوماريوس الذي قبض عليه دقلديانوس، وحاول التأثير على القديس يوستوس وثأوكلية زوجته وأبالي ابنه لعبادة الأوثان، لكن أعلنوا تمسكهم بإيمانهم بالسيد المسيح، فأرسل يوستوس إلى أنصنة وأبالي إلى بسطة وثأوكلية إلى صالحجر، ونالوا جميعهم أكاليل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 166 للشهداء 450 ميلادية تنيح القديس العظيم العالم الناسك الأنبا إيسيدوروس الفرمي نسبة إلى دير بمنطقة الفرما في سيناء. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا، السماوات تزيع مجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. الليلويا. الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا مارمة البشير، التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. ثم دعا تلاميذه الـ12 وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. وأما أسماء الـ12 رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وانضراوس أخوه، يعقوب ابن زبدي، ويوحنا أخوه في
فيلبس وبرثولوماوس توما ومتى العشار يعقوب ابن حلفا ولباوس الملقب تدناؤوس سمعان القنوي ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات اشفوا مرضى طهروا برصا أقيموا موتى أخرجوا شياطين مجانا أخذتم مجانا لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا لأن الفاعل مستحق طعامه وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا وحين تدخلون البيت سلموا عليه فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم الحق أقول لكم ستكونوا لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة والمجد لله دائما. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 10 امشير سنه 1737 موافق 17 فبراير سنه 2021. الكنيسه الارثوذكسيه النهارده بتعيد باستشهاد
ثلاثة من عظماء الكنيسة، القديس فيلو أسقف فارس، والقديس يوستوس ابن الملك نوماريوس، والقديس إيسيزيروس الفرمي اللي هو ألف وترجم مؤلفات كثيرة جدا في الكتاب المقدس. عشان كده الكنيسة تاخدنا النهاردة في سلسلة قرايات تخدم هذا الوضع بالنسبة للناس اللي استشهدوا على اسم السيد المسيح، وعلى رأس هؤلاء الآباء الرسل. يجيب لنا كده في إنجيل عشية إن هو ابتدى السيد المسيح يختار تلاميذه بعناية فائقة. يقول كده: أول حاجة اختاروا قديس بطرس، وقديس سمعان، وقديس يعقوب ابن زبدي، وقديس يوحنا، يعني يوحنا ابن زبدي ويعقوب ابن زبدي، وقديس بطرس وقديس سمعان، وقديس فيلبس وبرسلماوس. برسلماوس ده اللي هو نسنائيل، اللي جاب القديس فيلبس، اللي جابه القديس فيلبس للسيد المسيح وقال له ايه: هذا اسرائيلي لا غش فيه. والاخر خالص قال له ايه؟ قال له: احنا لقينا المسيا، لقينا اللي هو يسوع الناصري. فقال له كلمه جميله قوي، قال له ايه؟ قال: من الناصره تخرج شيء صالح. نقول له ان اسرائيل الناصره خرجت السيد المسيح له المجد، وخرجت العذراء مريم. ودي تعلمنا درس ان احنا ما نحكمش بسرعه عن المكان بتاع اي حد نسمع عنه، لان المكان الانسان اللي بيصنع كرامه للمكان اللي هو مجتمع فيه. انجيل باكر بيكلمنا عن انجيل لوقا، يقول: في تلك الايام خرج الى الجبل ليصلي، وكان ساهرا في الصلاه. سيد المسيح له المجد بالجسد، ما كانش يعني يبذل قصارى جهده الا ما كان بيصلي. يا رب انت طول النهار بتعمل معجزات، وكنت تقول تصنع خير، اخر الليل يطلع على الجبل ويصلي عشان يعلمنا، سهران. يا ترى احنا اخبار صلواتنا ايه؟ واخبار ان احنا اعمالنا ايه بالظبط؟ سيد المسيح له المجد يكلمنا كده، يقول كده: رفع عينه الى تلاميذه وقال لهم، اللي هي الموعظه على الجبل بقى: طباكم ايها المساكين بالروح. يا بختك لما تكون مسكين بالروح. مسكين بالروح يعني انسان بتمتاز بالاتضاع، انسان بتمتاز كل تعاملاتك فيها اتضاع مع الاخرين. ده أنا يا رب أنا أقل واحد، أنا مستاهلش كل اللي أنت بتعمله لي ده. إذا كان أبونا إبراهيم أبو الآباء قال كده: شرعت أكلم المولى أنا التراب ورماد. تيجي الواحد فينا شوية تعالي، بالعكس ده العذراء كان متضع، السيد المسيح لو المجد ساب عرشه ونزل، والتلاميذ اتهانوا عشان الآخر خالص يقول كده: لأن لكم ملكوت الله، طوبى المساكين بالروح لأن لكم ملكوت السماوات، طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون. اللي جعان البر، جعان عشرتي مع ربنا، جعان ان انا ابذل مجهود كبير جدا عشان اوصل على اعتاب السماء. هل انت فعلا عندك الاشتياقات دي؟ طب ما تخش الى مخدعك. ده المسيح بيقول للتلاميذ كده: طباكم ايها المساكين بالروح، الناس اللي هم ناس عندهم اتضاع لان لكم ملكوت الله، طباكم ايها الجياع لانكم تشبعون، طباكم ايها الباكون الان لانكم ستعكون. الانسان اللي هو حزين، مش حزين يعني مش فرحان بامور العالم، ولكن انا يهمني خلاص نفسي، يهمني يكون لي عندي تاملاتي للسماء، عايز يا رب اوصل على السماء، في السماء واتمتع معاك في الابديه. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهوذا اجركم عظيم في السماوات. يعني انت ما تكون انسان مضطهد وانسان لك مجهود في الخدمه مع ربنا، زي ما السيد المسيح كان يقول: يقول يصنع خير، انت في الاخر خالص هتوصل على اعتاب السماء. البولس بيكلمنا عن رساله روميا ان غايه الناموس هي المسيح للبر كل من يؤمن به. بيقول لك الكلمه قريبه منك جدا، بس حاول تخلي الكلمه قدام عينيك تشبع بالكتاب المقدس، عشان في الاخر خالص لانك اذا اعترفت في فمك ان الرب يسوع، ان الرب هو يسوع، وامنت بقلبك ان الله اقام من الاموات، فانك تخلص. هو ده قانون ايمان مصغر. انا ما اجي اجيب حد المسيح اقول له كده: لو اعترفت في فمك ان الرب هو يسوع، وامنت بقلبك ان الله قد اقام من الاموات، فانت تخلص. كل من يؤمن بي لا يخزى. خلوا بالكم، كل الانسان يحط قدام عينيه ايمانه بالسيد المسيح، كل من يدعو باسم الرب يخلص. يا ترى اسم ربنا عامل فيك ولا لا؟ خلوا بالكم اسم ربنا ده قوي جدا. عشان كده الكنيسه تجيب لنا في الصلاه الربانيه، اباء الكنيسه يقول لك: بالمسيح يسوع ربنا. يا بختك لما تكون انت انسان اسم ربنا لا يفارق فمك كل تعاملاتك. في ناس كتير جدا ياخدوا الصلوات السهميه دي يفتحوا اللي بتفتح السماء، يقول له كده: يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح قويني، يا رب يسوع المسيح نقيني. اقعد قول زي ما انت عايز تقول، ما تخليش اسم المسيح يفارق فمك ابدا، هتلاقي نفسك باستمرار فرحان وسعيد. والاخر يقول ايه؟ ما اجمل اقدام المبشرين بالخيرات،
خليك باستمرار بشارة مفرحة للآخرين، خليك خفيف على الناس، خليك تملي زي ما علمتنا الكنيسة والكتاب المقدس، خليك لا تكن إلا فرحا. ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات. والآخر خالص يقول لنا الجملة الجميلة ملخص قصة عمل الآباء الرسل: خرج صوتهم إلى الأرض كلها وإلى أقاصي المسكونة بلغت أقوالهم. شوية صيادين غلابة كلهم، لكن المسيح لما أجهدهم قعد يعلم كل واحد فيهم إزاي يجيب ناس للمسيح بعد كده. والآخر خالص فتنوا المسكونة زي ما بنقول في التسبيحة. الكاثوليكون يدينا رسالة معلمنا بطرس الثانية، قديس بطرس في آخر أيامه يدينا شوية نصائح جمال جدا. يقول أنهضكم بالتذكرة. أنا بفكركم، عايز تفكرنا بإيه يا قديس بطرس الخادم الناري؟ يقول عالما إن مسكني سينحل سريعا كما أعلمني ربنا يسوع المسيح. عايز أقول لكم على حاجة، أنا عايز أديكم النصيحة خالص، هدي النصيحة دي ناخدها لينا إحنا كخدام في الكنيسة. أنهضكم بالتذكرة. لما تلاقي حد العالم واخده وبعيد عن ربنا، قول له خلي بالك، خلي بالك الدنيا مش دايما، لو كانت دامت لغيرك ما كانتش وصلت لك. خلي بالك، استثمر وقت وجودك على الأرض عشان في الآخر خالص نقول كده زي ما الكنيسة علمتنا في نهاية الكاثوليكون: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه، أما الذي يصنع إرادة الله فيثبت إلى الأبد. إيه اللي مخليك ماسك في العالم؟ نحن ضيوف، احنا ضيوف على هذا العالم، لكن انا هسيب العالم وابتدي بعد كده. هيقول لي اعطي حساب وكالتك، عملت ايه فضت وجودك على الارض؟ هو ده السؤال اللي هنسال فيه كلنا. البراكسيس بيدينا قصه جميله جدا وغنيه جدا، اعمال الرسل اصحاح 3، قديس بطرس وقديس يوحنا صعدوا وقت الساعه 9. خلوا بالكم هنا وقت الساعه 9 تفكرنا بصلاه الساعه 9 في الاشبيه، يعني الرسل كانوا بيصلوا، عشان احنا ساعات بنهمل صلاه الاشبيه. كان رجل اعرج من بطن امه، هذا كان يحمل كل يوم ويضعونه على باب الهيكل الذي قال له الجميل. فالراجل بيسال قديس بطرس وقديس يوحنا، بيقول لهم انا عايز حاجه لله. بصوا جمال الكنيسه وجمال اباء الكنيسه. الراجل ده كان معروف جدا على فكره، كان بيقعد كتير قدام المجمع ده. قالوا احنا ما عندناش ذهب ولا فضه. الذهب والفضه مش هتخليك تخف، ولكن ايه اللي يخليك تخف بقى؟ مد ايده كده القديس بطرس وقال له: باسم يسوع المسيح الناصري قوم وامشي. عارفين الراجل ده كان بقاله كام سنه قاعد قدام باب الجميل؟ في اعمال 4 يقول لك كان هذا الرجل اكثر من 40 سنه. باسم يسوع المسيح قوم وامشي، ده دي قوه عمل الروح القدس وقوه عمل اسم المسيح في الكنيسه، بتخلينا باستمرار نقف تقول له يا رب ايه علمنا. عايزين نتعلم قد ايه اسمك قوي، اسمك ده بيرهب الشياطين، اسمك ده بيخلينا باستمرار أفواهنا تتقدس كتير جدا في صلواتنا. إنجيل القداس يقول قديسيك يباركونك، مجد ملكك يصفون وقوتك ينطقون لتظهر لبني البشر قدرتك. وفي تلك الأيام يدينا الإنجيل القداس ويقول كده إن هو ابتدى يدعي تلاميذه القديسين. إنجيل متى ده جميل وغني جدا وسخي جدا، دعا تلاميذه وعطاهم سلطان على الأرواح نجسة، إدهم شوية سلطان كده حتى يخرجوا ويشفوا كل مرض، كل سقم في الشعب. وسمينا أسامي التلاميذ كلهم، إن هم الـ 12 رسول اللي الكنيسة اتبنت عليهم. والآخر أوصاهم شوية توصيات بقى، يا ريت التوصيات تتحط قدام عينينا باستمرار: إلى طريق أمم لا تذهبوا. ليه يا رب؟ ليه ما رحوش طريق أمم؟ لأن لسه كان في بداية الإيمان. والآخر يقول لهم كده برضو إيه: بل اذهبوا بالحري إلى خراب بيت إسرائيل الضالة، فيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات. شعار الرسل وبشارتهم باستمرار: قد اقترب منكم ملكوت السماوات. اشفوا المرضى، أقيموا الموتى، طهروا البرص، اخرجوا الشياطين، مجانا أخذتم مجانا مجانا أعطوا. مواهب ربنا مش بتتباع بفلوس، مواهب ربنا بتتاخد كمنحة. عشان كده الآباء الرسل كانوا باستمرار يشفوا المرضى ويعملوا معجزات كتيرة جدا. لا تقتنوا لكم ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم. يا رب طب هنعيش ازاي؟ هنعيش ازاي طبعا؟ هنمشي معناش حاجة خالص كده؟ ليه؟ بالآخر خالص هو هيديكوا ويفيد عليكم، هو اللي هيدبر لكم أمور حياتكم كلها. ولكن إن دخلتم بيت سلموا عليهم. كلمة السلام دي الكنيسة بتحبها قوي. ليه؟ لأنه لقب من ألقاب السيد المسيح له المجد. يقول لهم كده: حين تدخلون بيت سلموا عليهم، إن كان البيت مستحق فليأتي سلامكم عليه،
وإن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. خش قولوا له كده إحنا نقول سلام للبيت. يا ريت كلمة السلام دي باستمرار، الكنيسة بتحب الكلمة دي قوي، يمكن كلمة كتير جدا الأب الكاهن يقولها في القداس، سلام لكم. والقديس أشعياء يقول كده، النبوة بتاعته الجميلة قوي، يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفيه ويدعى اسمه إيه؟ عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا إيه؟ رئيس السلام. هو رئيس السلام، هو اللي بيدي السلام، يخليك تملي إنسان عندك سلام مع الناس اللي بتعامل معاهم. ده داود النبي يقول كنت صانع سلام مع مبغض السلام. يبقى داود كان بيدعو للسلام، سيد المسيح يدعو للسلام، ست العدلة وكل الرسل كانوا يدعو للسلام. طب يا رب نعمل ايه لو الناس دول ما قبلوش الكلام ده؟ يقولوا انفضوا غبار ارجلكم، الحق اقول لكم ستكون لارض سدوم وعمورة يوم الدين راح اكثر من تلك المدينة. خلي الناس يبغضوكم، خلي الناس ما يقبلوش سلامكم، هم اللي خسرانين. لكن اقول له يا رب ايه، انت بتضع على افواهنا كلمة السلام باستمرار عشان نجيب ولاد كثيرين للكنيسة. ناخد تدريب النهاردة كده، ان احنا انت خدمت ولا لسه؟ طول عمرك بتخدم في بيت ربنا، امتى هتخدم رب البيت بقى نفسه؟ خليك انت كرازة صامتة باستمرار عشان نعمل زي ما الرسل عملوا كده، جابوا ناس كتير جدا للمسيح، ونقول زي ما القديس أغسطينوس تاب ووقف على عتاب السماء كده وقال الجملة الشهيرة قوي، قال ربنا ايه؟ قال له جلست على قمة هذا العالم عندما كنت لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. ويقول له أنت تحتضن وجودي كأنك لا تتطلع على الآخر سواي، تسهر علي كأنك نسيت الخليقة كلها، تهبني عطاياك كأني وحدي موضع حبك، ليتني أحبك يا إلهي لأنك أحببتني أولا وأنت مصلوب على عود الصليب. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين.